الحمد لله الواحد الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا حمدا لا يحد ولا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أوذي فغفر وابتلي فصبر، أرسله الله رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، وأرسل للمؤمنين رحمة، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. نشهد جميعًا أنه بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آل بيته وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا رب يا رب اجعلنا جميعا من عبادك المتقين. معاشر المؤمنين، أيها الكرام، سنتحدث في هذا اليوم عن حدث وحديث، حدث وحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن بداية الحدث عن قصة صحابية جليلة تحكي خبر إسلامها ونبأ دخولها في هذا الدين العظيم وبداية حياتها في الإسلام. تلكم يا عباد الله هي قيلة بنت مخرمة التميمية رضي الله عنها وأرضاها، وقصتها طويلة، رواها الطبراني بتمامه في كتابه المعجم الكبير، وروى طرفا منها البخاري في أدبه المفرد والترمذي في جامعه، ولكني سأختصر هذه القصة والحدث والحديث، سأختصر خاصة ما يتعلق بدخول هذه الصحابية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحدوث ذلك الحدث والموقف العجيب الغريب كما روته عن نفسها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: دخلت وقت صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمؤمنين والصفوف خلفه قائمين بأداء هذه الصلاة العظيمة. تقول رضي الله عنها: قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الغداة أي الفجر. وذكرت رضي الله عنها أن الرجال لا تكاد تعارف من الظلمة وأن النجوم شابكة في السماء. تقول رضي الله عنها: فدخلت وأنا امرأة حديثة عهد بجاهلية، فصففت إلى جنب الرجال. وتأملوا يا عباد الله، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة تصف إلى جنب الرجال وفي صلاة الفجر. قالت: فقال لي الرجل الذي يليني: امرأة أنت أم رجل؟ قالت: فقلت: لا، بل أنا امرأة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنك قد كدت أن تفتنيني،
فاذهبي فصلي مع النساء. قالت: فرأيت صفا من النساء إلى جانب الحجرات لم أكن رأيته حين دخلت المسجد فكنت فيهن، أي أنها ذهبت وصلت مع النساء. تأمل يا رعاك الله، وتأملي يا رعاك الله، المكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان زمانه عليه الصلاة والسلام، والوقت والحال حال فاضلة، وقت أداء صلاة الفجر. ومع ذلك يقول ذلكم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: إنك قد كدت أن تفتنيني. وهذا المعنى الذي ذكره النبي الذي ذكره رضي الله عنه هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعلها الشيطان غرضا له وهدفا ليفتن الرجال وليوقعهم في الفاحشة والرذيلة. نعود إلى قول ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: إنك كدت قد تفتنيني، إنك قد كدت أن تفتنيني. وتعتذر لنفسها في ذلك الموقف الخاطئ أنها كانت حديثة عهد بجاهلية، أي أنها لم تكن على معرفة بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته. قال: إنك قد كدت أن تفتنيني. خاف على نفسه من الفتنة وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسجد النبي وخلف النبي وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين أيها الكرام، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بيت الله الذي هو موضع الطمأنينة والإيمان وحسن الإقبال على الرحمن، يباعد بين الرجال والنساء حيطة وحذرا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ألا إن المرأة ينبغي لها أن تراعي ذلك، أي أن المرأة حتى وإن كانت في المسجد في بيت الله، كلما كانت بعيدة عن الرجال كان ذلك خيرا لها وأولى، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. ففي حديث أم حميد الساعدية رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وجاء في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قال الراوي: نرى والله أعلم
أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وجاء في مسند الشافعي وسنن البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن مولاة لها جاءت فرحة تخبرها قائلة: يا أم المؤمنين، لقد طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها رضي الله عنها وأرضاها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا هل كبرت ومررت؟ تقول لها ذلك وهي في بيت الله الحرام وإلى جوار الكعبة وفي ذلكم الموضع العظيم. أيها الكرام، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن دين الإسلام عندما جاء بهذه التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة والإرشادات القويمة للمرأة لم يأتي بها تضييقا عليها ولا كبتا لحريتها كما يزعم ذلك من يزعمه، وإنما جاءت تلك التعليمات المباركات والتوجيهات السديدات، كل ذلك صيانة للمرأة وحفظا لعفتها وصيانة لشرفها ورعاية لفضيلتها ولتبقى في سمو وعلو ورفعة وصيانة. وإذا فارقت المرأة توجيهات الإسلام وهدايات هذا الدين العظيم هلكت أشد الهلكة. وإن زعم بعض النسوة أن في ذلك تحضرا وتمدنا ورقيا، والواقع أنه إلى الهلاك أقرب. والله يا عباد الله، والله ما جاء دين أعز وأكرم المرأة مثل دين الإسلام. فلنكن بالدين مستمسكين وإليه داعين وعنه مدافعين، نفز بخيري الدنيا والدين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا رب صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، في موضوعنا هذا يناسب يا عباد الله أن نذكر دعاءً ثابتًا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح وأمسى، بل أن يوصي به المسلم أبناءه وبناته أن يحافظوا عليه، وهو ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات كل يوم إذا أصبح وأمسى. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الدعاء بأمن الروعات وستر العورات أمر مهم، وكما أنه جاء وظيفة في جملة أذكار الصباح والمساء، فإنه ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
دعاء مطلقا يدعو به المسلم في كل وقت وحين. فنسأل الله يا عباد الله، نسأل الله لنا جميعا أن يؤمن روعاتنا وأن يستر عوراتنا. اللهم آمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أدم الأمن والطمأنينة والأمن والإيمان والسلامة والإسلام على هذه البلاد المباركة. اللهم أدم أمننا وأماننا، اللهم وأدم الأمن على سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم إنا نحبك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لكل عمل تحبه وترضاه، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر جنودنا الحدود، وانصر جنودنا على الحدود. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا، وأرجعهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. أجب يا رب دعاءنا، وأعطنا سؤلنا، واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعلم أن عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا إله عداك. نرجوك يا رب أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. أجب دعاءنا، وأعطنا سؤلنا، واقض حوائجنا.